انا بكلمكم النهارده من واحد من الاماكن المفضله لي هنا في القاهره وهو شارع المعز لدين الله. والاسبوع ده تخلص مده عملي هنا في القاهره وفي مصر وما ينفعش امشي من غير ما اسلم عليكم. وانا لسه فاكر اول يوم بتاعي زي ما هو النهارده ولسه فاكر اول تويت بتاعتي. انبسطت كثير بالحوار معكم واتعلمت كثير منكم واشتغلت كثير من اجل المصريين بسببكم. وانا فخور بان بريطانيا هي دلوقتي الشريك الاول لمصر في الاقتصاد وبقت شريك مهم جدا في دعم رؤية الحكومة المصرية عشان كل مصري يستفيد من النمو الاقتصادي. لو انت عايز تفهم رؤية المصريين وهم شايفين بريطانيا ممكن تفيد مصر ازاي، روح الى مكان ما المصريين عائدين، يعني تويتر وفيسبوك والشوارع، وتعلم من المصريين، تعرف عليهم، هتشوف ان المصريين هم ناس اللي على قلبهم على لسانهم. واحلى ذكرى هتبقى في بالي هو المناقشات مع المصريين. هتوحشني اماكن كثير في مصر زي فطاطري حسين، زي باب الوزير والناس طيبين. هأتابع انجازاتكم حتى سيطرة المصريين على السويتش. أشجع محمد صلاح من المدرجات. إن شاء الله أقابل مصريين كثير في شوارع ولندن. فده مش وداع إنما إلا لقاء. ما تتقوش بيا.